بطبيعة الحال كيف تنتظر ما في جعبة الرئيس الفرنسي بعد لقائه بالأمس نظيره الروسي فلاديمير بوتين؟ بالطبيعة كان هنالك اتفاق أو توافق نوعا ما على خفض التصعيد، خاصة خفض التحركات العسكرية الروسية، وبالتالي خفض الاستفزاز، وبالتالي احتمال فتح مسار دبلوماسي جديد. هذا ما تحاول عمليا به فرنسا الوصول إليه، الوصول إلى طاولة مباحثات مرة أخرى على مستوى أعلى. منذ أسبوعين كان هنالك اجتماع في فرنسا في باريس على مستوى الخبراء من فرنسا، من ألمانيا، من أوكرانيا ومن روسيا. الآن هنالك مباحثات أو محاولات لتوسيع أو لرفع مستوى هذه المباحثات، كانت على مستوى الرئاسة. سيعود ماكرون اليوم أو سيصل ماكرون اليوم إلى كييف ليخبر نظيره الأوكراني زيلينسكي بما دار من حديث. هنالك كما علمنا أو كما قالت جاءت في الأخبار هنالك نقاط لم يعلن عنها في هذه المباحثات وما تم التوصل إليه بعد 5 ساعات من الاجتماع عمليا ما بين الرئيسين الروسي والفرنسي. إذن هنالك نقاط تم التوافق عليها، هنالك عودة إلى رباعية نورماندي، هنالك خفض للتصعيد العسكري، وأيضا وعود بسحب القوات الروسية من بيلاروسيا بعد انتهاء المناورات أو التدريبات العسكرية، وبالتالي هنالك فتح أو هنالك بادرة أمل بعد هذه الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي بالأمس إلى موسكو. نحن ننتظر اليوم ما سيتم التصريح عليه، قد يكون هنالك المزيد من التصريحات أو المعلومات حول ما دار في الأمس ما بين الرئيسين بوتين وماكرون من خلال الزيارة التي ستتم اليوم إلى كييف. نعم. طيب على المستوى الميداني سلام، كيف تنظر كييف لاستمرار حشد روسيا لقواتها على الحدود بحسب البنتاغون؟ نعم، هنالك تخوف بطبيعة الحال من كييف. كان هنالك نداءات أو مطالبات للشركاء الغربيين بدعم عسكري، حصلت كييف على هذا الدعم، ولكن صار لا ننسى أن هنالك تصريحات للرئيس الأوكراني بأنه يجب أن نقلل من وتيرة التصريحات الخاصة باحتمال الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، وبالتالي كان هنالك تأثير على الاقتصاد الأوكراني. كان هنالك مطالبات أن يكون هنالك مباحثات أو طرق دبلوماسية للتواصل بدلا من هذا التصعيد، خاصة وأنه خلال الفترة الماضية كان هنالك تأثير على السياحة، كان هنالك تأثير على الاقتصاد. إذن كييف تفضل بطبيعة الحال في هذه الفترة بعد أن حصلت على الدعم العسكري، بعد أن حصلت على الوعود من الشركاء الغربيين بفرض عقوبات قاسية اقتصادية وسياسية على روسيا، هنالك الآن استعداد من في أوكرانيا لأي خطر أو أي غزو محتمل. ولكن دائما ما تفضل أو دائما ما التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني أو للمسؤولين الأوكرانيين بأن هنالك طرق دبلوماسية يجب طرقها، وأنه يجب الابتعاد عن لغة التصعيد، خاصة باحتمالات غزو روسي لأوكرانيا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، بغض النظر عن جهة التقارير. بالمناسبة تصريح زيلينسكي حول وجوب خفض هذه التصريحات أو التقليل من هذه التصريحات التي زادت خلال الفترة الماضية تزامنت مع تصريح الرئيس الأمريكي في تلك الفترة بأن هنالك احتمال لغزو روسي لأوكرانيا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وبالتالي أوكرانيا باتت الآن تحاول أو تفضل أن يكون هنالك مباحثات، هنالك طرق دبلوماسية. نعم. بدلا من أن يكون هنالك فقط تصعيد سياسي، تصريحات إعلامية، وأيضا حشود عسكرية على في الدول القريبة أو المحيطة في أوكرانيا.